الثامنة من قناة الموريتانية نشرة الأخبار وأبرز ما فيها. في جلسة علنية للجمعية الوطنية، وزير الداخلية والمركزية يرد على سؤال شفهي حول تسيير البلديات وتعزيز الأمن. واتشوط تحتضن وإشغال المنتدى الأول للمستثمرين الأتراك في موريتانيا الذي ينظمه قطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتنسيق مع السفارة التركية بنواكشوط. قمة خليجية في الرياض، والعاهل السعودي يدعو لحل النزاع في سوريا بالطرق السياسية، ويؤكد حرص دول التحالف العربي على تحقيق الأمن والحل السلمي في اليمن. أهلا بكم يا التفاصيل. نبدأ هذه النشرة بالشأن البرلماني، حيث عقدت الجمعية الوطنية زوال اليوم جلسة علنية برئاسة رئيسها النائب محمد البويليلة. خصصت هذه الجلسة للرد على سؤال شفهي من قبل النائب محفوظ الجيد. المزيد ضمن تقرير شماد الأحمد. في جلستها العلنية التي عقدتها اليوم برئاسة رئيسها النائب محمد البويليل، استمعت الجمعية الوطنية إلى رد وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمد دول عبد الله على سؤال شفهي موجه من قبل النائب محفوظ الجيد. تمحور السؤال حول نقطتين هما: أولا ما أسماه النائب وعدم تنسيق بين القائمين على تسيير البلديات من جهة الوصاية وعرقلة لعمل البلديات من طرف تلك الجهات في بعض الأحيان. أما النقطة الثانية فتتعلق بالأمن الداخلي، حيث ذكر النائب أن السيطرة محكمة على الأمن الخارجي، أما الأمن الداخلي فيشهد بعض الاضطرابات، وأن من بين أسبابها غياب الدور التنسيقي بين الجهات الأمنية والتداخل ما بين جهاز أمن الطرق وجهاز الشرطة. وطالب النائب بتمديد سن التقاعد لمفوضي الشرطة إلى 65 سنة، وذلك لحاجة الماسة إلى خبرتهم. وردا على هذا السؤال أوضح وزير الداخلية واللامركزية أن العلاقة بين السلطات الإدارية والسلطات البلدية محكومة بالقانون، حيث أن هناك عدة نصوص تنظم هذه الوصاية، مثل الأمر القانوني الصادر سنة 1997 الذي أعطى وزير الداخلية حق ممارسة سلطة الوصاية على البلديات. وتقريبا الخدمة من المواطنين يحق لوزير الداخلية تفويض هذه السلطة للولاة والحكام ورؤساء المراكز الإدارية، كما أن هناك وصاية مشتركة بين وزيري الداخلية والمالية تختص بالقضايا المالية كالميزانية والصرف والضمانات المالية الأخرى. وأضاف وزير الداخلية أن لا مركزية والتنمية المحلية خيار لا رجعة فيه، وسيتم تطويره تمشيا مع إعلان السياسة الوطنية في مجال لا مركزية والتنمية المحلية التي صدقت عليه الحكومة سنة 2010. وفيما يخص الأمن الداخلي، قال وزير الداخلية واللا مركزية إنه ليس هناك تداخل في العمل بين الأجهزة الأمنية، وأن التجمع الوطني لأمن الطرق جاء لتعزيز دور الشرطة، حيث يتولى مهام تنظيم حركة المرور والمحافظة على أمن الطرق كي تتفرغ الشرطة لمهامها التقليدية. وذكر السيد الوزير بأن ثلث سكان البلاد يعيشون في العاصمة، وأن تخطيط المدينة ساهم في تقليص الجريمة، مضيفا أن هناك خطط أمنية تشارك فيها جميع القطاعات الأمنية، حيث سيتولى الدرك ولاية نواكوت الشمالية، فيما ستتولى شرطة ولاية نواكوت الغربية والحرس ولاية نواكوت الجنوبية، هذا بالإضافة إلى الدوريات المتنقلة المنتشرة في أحياء العاصمة. السادة النواب أثروا النقاش بالتساؤلات والاقتراحات التي تمحورت حول مدى تطبيق هذه السياسة الأمنية الجديدة، وثمن البعض إنشاء جهاز أمن الطرق ودعا إلى تحسين الظروف المادية للشرطة، فيما رأى بعض النواب أن تعدد المفوضيات يشتت الجهود الأمنية، وطالب البعض بإطلاع الرأي العام على سير إجراءات القبض على الجنات وتقديمهم للعدالة. وظلت التساؤلات موضوع تسيير البلديات، حيث رأى بعض النواب أن المجالس البلدية تفتقر إلى الوسائل المادية وأن هناك عراقلة تعيق عمل البلديات. ورأى بعض النواب أنه لا تطور من دون دعم لا مركزية، حيث أنها ركيزة أساسية للشفافية والحكم الرشيد وضمان للتنمية القاعدية والتنمية المحلية. وفي رده على تساؤلات النواب قال وزير الداخلية واللا مركزية إنه إذا كان هناك نقص في أعداد الشرطة بين الجهة الوسطية ستتخذ الإجراءات المناسبة. وأضاف أنه تم اكتتاب دفعة جديدة هذه السنة. وأشار الوزير بأنه لا يمكن أن لا تحدث جريمة، لكن يمكن الحد منها بمتابعة المجرمين وتقديمهم للعدالة.
وفي رده على سؤال حول غياب الشرطة البلدية قال الوزير إن الشرطة الدولة تقوم مقام الشرطة البلدية وأن الأجهزة الأمنية تحت تصرف العمد عندما يطلبون ذلك. وأضاف أن الوزارة عاكفة على تكوين المسؤولين في الجهاز الإداري للبلديات. النائب محفوظ اللجي طالب في تعقيبه بدعم سياسات لا مركزية وإلى قطاع الشرطة أهمية خاصة لما يساهم به من التصدي للمجرمين ومنع ارتكاب الجرائم. انطلقت صباح اليوم بنواكشوط فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الرشوة وذلك تحت شعار حطموا سلاسل الفساد. أشرف على انطلاق الفعاليات وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وبحضور وزيري العدل والمالية ومحافظ البنك المركزي والمفتش العام للدولة ورئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية والسفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بنواكشوط. على غرار المجموعة الدولية خلدت بلادنا اليوم العالمي لمكافحة الرشوة الذي يصادق 9 نوفمبر من كل سنة وكان شعار هذا العام حطموا سلسلة الفساد. وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية لدى إشرافه على انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة الرشوة ذكر بجملة من الإجراءات التي اتخذتها بلادنا وبموجبها تم إحراز تقدم ملحوظ في هذا الصدد. خلال السنوات الماضية تم إحراز تقدم ملحوظ على طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة وساهمت الإنجازات التي تحققت بتحسين الظروف المعيشية للسكان حتى وإن كانت المحافظة على المكتسبات واستكمال إصلاحات يتطلبان مزيدا من الجهود. وهكذا تراجع الفقر من 42% سنة 2008 إلى 31% سنة 2014 وتجسدت إرادة الحكومة في مجال محاربة الرشوة من جهة ثانية من خلال توقيع وتصديق اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة واتفاقية الاتحاد الإفريقي حول منع مكافحة الظاهرة. وفي هذا الإطار تبنت بلادنا مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية حيث جرى إعداد تقارير سنوية منتظمة ونشرها من طرف خبراء مستقلين منذ سنوات. واعتبرت موريتانيا في فبراير 2012 بلدا مطابقا للقواعد الدولية المتعارف عليها في هذا المجال. ويضاف إلى ذلك إصلاح الصفقات العمومية التي تم وضع هياكلها كلجنة التنظيم ولجنة الرقابة واللجان القطاعية لإبرام الصفقات حيث باشرت أعمالها منذ يناير 2012 وشكل هذا الإصلاح طفرة نوعية نظرا إلى احتواء اللجان المختلفة على ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وهو ما يضمن المزيد من الشفافية والإنصاف. المنسق المقيم للأمم المتحدة في بلادنا نوه بالإرادة الصادقة للحكومة الموريتانية وصرامتها في محاربة كل أشكال الرشوة والفساد. يأتي تخليد هذا اليوم في ظرف خاص بالنسبة لموريتانيا يتسم بالإرادة الصادقة للحكومة لمحاربة كل أشكال الرشوة وترقية مبادئ المساواة والمشاركة والشفافية والنجاعة. أنا سعيد بمصادقة الحكومة الموريتانية على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التي تستجيب للالتزامات الدولية للدولة في إطار معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة ومعاهدة الاتحاد الإفريقي. وقد تم إحراز نتائج هامة في هذا المجال خاصة إعداد 5 خطط لمحاربة الرشوة في قطاعات الصحة والتهذيب والمالية والصيد والمياه والمصادقة على آلية الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة والقانون التوجيهي في مجال محاربة الرشوة. يذكر أن الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه مكنت من تحسين صورة بلادنا على المستوى العالمي وانعكست إيجابا على ترتيبنا في التصنيف السنوي لمنظمة الشفافية العالمية حيث تقدمت بلادنا ب 23 رتبة ما بين 2012-2015. انطلقت صباح اليوم في نواكشوط أشغال المنتدى الأول للمستثمرين الأتراك في موريتانيا المنظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتنسيق مع سفارة جمهورية تركيا في بلادنا. ويهدف هذا المنتدى الذي يشارك فيه ممثلون عن حوالي 50 شركة تركية إلى تمكين رجال الأعمال في تركيا لاكتشاف فرص الاستثمار في بلادنا. وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية تستضيف في نواكشوط رجال أعمال من تركيا يمثلون حوالي 50 شركة خصوصية ومؤسسات دولية تستثمر كلها في جمهورية تركيا في مجالات اقتصادية وتجارية عديدة.
المستثمرون الأتراك سيبحثون مع نظرائهم في منتدى الاستثمار التركي الموريتاني الأول آفاق التعاون الاقتصادي والفرص المتاحة التي تشجع على الاستثمار مستقبلا في أسواقنا المحلية، انطلاقا من مناخ العمل الذي يتميز في البلاد بالتنوع في مصادر الإنتاج والليبرالية في التجارة. أرجو أن تكون هذه الزيارة لتركيا بالإضافة للتعرف على مناخ الاستثمار الموريتانية فرصة للقاء مجتمع الأعمال في بلادنا لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري، وأرجو أن يتم عقد اجتماعات ثنائية بي2بي ما بين الشركات التركية والشركات الموريتانية. وفي هذا الصدد أود أن أؤكد أن الحكومة الموريتانية تسعى بكل جهود إلى تطوير علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين. وصحيح أن مستوى التبادل بين البلدين تطور في السنة الماضية بنسبة 6.4%، إلا أنه ظل يراوح 9.9% من مجموع التبادل التجاري، وأقل من البلدين كبلجيكا مثلا الذي يمثل 28.9%. لذلك أن الحكومة الموريتانية تتطلع إلى أن تكون هذه التبادلات التجارية في خدمة السياسة الرامية إلى زيادة القيمة المضافة، وأن تساهم الاستثمارات في تنمية الاستثمارات ما بين تركيا وموريتانيا. وقبل أن أنهي كلمتي أود أن أشكر الإخوة الأتراك على القدوم إلى موريتانيا، ونشكر صاحب السعادة والأخ العزيز على الجهود التي يبذلها للتقارب بين البلدين. رئيس الوفد التركي السيد علي جاني ياماني الماز تحدث بالمناسبة عن أهمية هذا المنتدى، مبينا أن وفده يضم رجال أعمال من مختلف القطاعات التجارية في تركيا جاءوا في رحلة استكشافية للبحث عن مجالات الاستثمار التي يمكن لرجل الأعمال التركي العمل فيها، انطلاقا من التجارب الناجحة للمستثمرين الأتراك الذين بدأوا الاستثمار في موريتانيا قبل سنوات وكانت تجربتهم رائدة. أما سفير تركيا في نواكشوط السيد مهمات محمد فقد استعرض جزءا من تاريخ التبادل التجاري والعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، مؤكدا أن هذا اللقاء ستكون له نتائج إيجابية تخدم الشراكة بين تركيا وموريتانيا. وباسم رجال الأعمال الموريتانيين رحب نائب رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين السيد الأفضل البتاح بالبعثة الاقتصادية التركية، مؤكدا أمام الحاضرين أن الاستراتيجية الوطنية المتبعة في مجال ترقية الاستثمار الخاص تشجع كل المهتمين على المزيد من الاستثمار في بلادنا. وبعد تبادل الخطب تابع الحضور عرضا فنيا قدمته المديرية العامة لترقية الاستثمار حول مناخ الأعمال والفرص والمجالات الحيوية التي تدعم وتشجع العمل في السوق المحلية. ألقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ تراد والعبد المالك خطابا بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتفل به المنظومة الدولية في العاشر من دجنبر كل عام، كما يصادف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتم تخليده هذه السنة تحت شعار حقوقنا حرياتنا دائما. وقد استعرض السيد المفوض في كلمته جهود بلادنا في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن موريتانيا قامت بخطوات معتبرة في هذا المجال تجلت في حل ملف الإرث الإنساني وخلق آليات للقضاء على آثار الاسترقاق وتمكين المرأة من المشاركة في الحياة العمومية وتمتعها بحقوقها كاملة والعناية بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة والتحسين من الظروف المعيشية لنزلاء السجون وتقريب القضاء من المتقاضين ومحاربة الممارسات الضارة بالمرأة، بالإضافة إلى الاعتناء بحقوق الطفل. هذا وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الخطاب مباشرة بعد هذه النشرة بحول الله. اختتمت زوال اليوم في نواكشوط أشغال ملتقى للأمناء العامين للوزارات حول موضوع وظيفة الأمين العام، وتم خلال الملتقى تقديم جملة من العروض حول دور الأمناء العامين في تنفيذ البرامج الحكومية والسياسات العمومية، كما أصدر المشاركون في ختام أعمالهم عدة توصيات تطرقت لمختلف القضايا المتعلقة بدور الأمين العام. بعد يومين من إثراء العروض والنقاشات حول موضوع وظيفة الأمين العام، أصدر المشاركون في ملتقى الأمناء العامين جملة من التوصيات من شأنها أن تسهم في تطوير دور الأمناء العامين للقطاعات الوزارية وتحسين أداء العمل الحكومي واعتماد سنة التشاور البناء. هذا الملتقى كان ملتقى مهم جدا، وكأمين عام حسيت بأهميته من خلال المحاضرات اللي
تم إلقائها خلال هذا الملتقى، واللي كانت أساسا تتعلق بالنصوص المتعلقة بطبيعة وظيفة الأمين العام. توصيات اللي خرج بها هذا الملتقى نحن مقتنعين أنها لا هي تفيدنا، لأنها حقيقة لا هي تمتن العلاقة بين الأمانة العامة للحكومة، اللي شاكرينهم بالمناسبة على هذه المبادرة الحميدة وراجعين على أنها تتواصل، لأن حقيقة مواصلتها يعتمد عليها تحسين أداء الأمناء العامون. هذا الملتقى جسد مستوى التفاعل بين الأمانة العامة للحكومة، الوزارة الأمانة العامة للحكومة والأمناء العامون، وكان هذا الملتقى أول من نوعه منظم لصالح الأمناء العامون لتعريفهم بدورهم ومكانتهم في مستويات مهامهم التقليدية، أساسا مكانتهم الإدارية، كيف يعدوا الخطط الحكومية، كيف ينفذوها، كيف يعدوا الميزانيات، كيف يشرفوا على تنفيذها. إذا مختلف الأدوار المطلوبة منهم، ويبدو على أنهم كانوا في حاجة للمستوى من التكوين اللي يشكل مستوى أول من التعاطي مع الأهداف المطلوبة منهم. الأمين العام المساعد للحكومة السيد محمد الحنشي والمحمد صالح أكد في كلمته الاختتامية بالمناسبة إن مشاركة الأمناء العامين في هذه الورشة ساهمت في تجسيد الأهمية التي يلونها لهذا النوع من اللقاءات مع الأمانة العامة للحكومة، وشكر المنظمين والمحاضرين والمشاركين على إنجاح أهداف الملتقى. تفعيل دور الأمناء العامين وتعزيز مهامهم الأساسية يبقى عاملا ضروريا في استيابية العمل الإداري من جهة، وتقريب الخدمات من المواطنين من جهة أخرى. بشأن الاجتماعي، نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والاتحادية الوطنية لجمعيات الأشخاص المعاقين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ورشة حول المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمجلس متعدد القطاعات للترقية وحماية الأشخاص المعاقين. لجهود السلطات البلدية في مجال الاهتمام والرعاية بالتعليم ما قبل المدرسي، يندرج تنظيم حفل تسليم معدات ومسلزمات مدرسية لصالح رياض الأطفال على مستوى العاصمة الاقتصادية نواديبو. ويأتي هذا الدعم المقدم من قبل القنصلية العامة لفرنسا بنواديبو ثمرة للتعاون بين منظمة أرض الرمال غير الحكومية الفرنسية وبلدية نواديبو. باسم الأطفال وباسم المجلس البلدي نشكر الجهود اللي قائم بها السيد القنصل الفرنسي في مدينة نواديبو، لدى الجهد اللي أدى لتقريب ما بين منظمات فرنسية وبلدية نواديبو، وعلى أساسه ومن ثمرته قدموا هذه المساعدة لأطفال الصغار اللي البلدية هون على مستوى نواديبو عاطيتهم أولوية. القنصل العام لفرنسا بنواديبو والسيد مانويلو بافارو بيّن أهمية هذا الدعم الذي يستهدف تحسين مدخلات التعليم ما قبل الابتدائي من خلال دعم الإطار التربوي لرياض الأطفال، مؤكدا على ضرورة رفع كافة التحديات المتعلقة بهذا التعليم. المستفيدات من ممثلات رياض الأطفال، تطرقنا لقيمة هذا الدعم في مجال الاهتمام بمرحلة الطفولة الصغرى ما قبل التعليم الأساسي. لا بد أنهم يشتغلوا به، وهذا بابير فورم إن شاء الله نشتغلوا بهم اليومية. يمكننا من التربية ما قبل التمدرس، لشيء لا بد أنهم من التكوين ما قبل التمدرس، القراءة والكتابة والرسم. شاكرين البلدية على هذا، وشاكرين القنصلية الفرنسية على هذا الدعم المتميز اللي باصني فيه كنا. وشملت هذه المعدات الدراسية المقدمة كتبا وأقلاما وأدوات ودفاتر لصالح 9 رياض للأطفال تابعة لبلدة نواديبو تتوزع على أحياء المدينة. المعيار مشاهدينا الكرام، حيث كان العنصر من مدينة نواديبو وتعلق بتسليم معدات مدرسية لصالح بعض أطفال رياض الأطفال. ونعود إلى الشأن الاجتماعي، حيث نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والاتحادية الوطنية لجمعيات الأشخاص المعاقين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ورشة حول المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمجلس متعدد القطاعات لترقية وحماية الأشخاص المعاقين.
سعيا إلى تفعيل القوانين والمراسيم والاتفاقيات التي تعمل على دمج ذوي الإعاقة بمختلف أصنافهم في الحياة النشطة. نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والاتحادية الوطنية للأشخاص المعاقين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ورشة حول المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمجلس متعدد القطاعات لترقية وحماية الأشخاص المعوقين. حفل الافتتاح تضمن كلمة للمستشار القانوني لوزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفل، استعرض فيها الخطوات العملية التي حققتها بلادنا في سبيل احتواء شريحة المعوقين. رئيس الاتحادية الوطنية لجمعية المعوقين نوه في كلمته بهذه الورشة، معتبرا أن هذا المجلس سيلعب دورا كبيرا في استكمال الحصول على كل الحقوق لصالح المعوقين. كما تابع المشاركون عرضا تناول الوضعية العامة للمعوقين في بلادنا وتقييم ما تم إنجازه في سبيل دمجهم. وفي نفس الإطار وضمن تخليد اليوم العالمي للمعوقين، نظمت الجمعية الموريتانية لدمج وتأهيل الأطفال والمراهقين القاصرين ذهنيا حفل غداء لصالح الأطفال من منتسبي المدارس التابعة للجمعية ومركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة. قدم فيه الأطفال أغاني وأناشيد ترفع من قيمة وهمة ذوي الإعاقة. احتضنت دار الشباب القديمة صباح اليوم افتتاح المؤتمر العادي الثاني للكونفدرالية الوطنية للشغلة الموريتانية، وذلك تحت شعار معا من أجل عمل نقابي فاعل. حفل الافتتاح شكل فرصة لممثلي بعض النقابات القادمين من تركيا والسودان والجزائر والمغرب، أشادوا فيها بالتنظيم الجيد للمؤتمر الثاني للكونفدرالية، مؤكدين ضرورة العمل النقابي البناء الهادف إلى بناء الدول ونبذ الاتكالية والكسل. من جانبه شكر الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغلة الموريتانية السيد محمد أحمد والسالك الوفود القادمة من الدول الصديقة والشقيقة على مشاركتهم في فعاليات المؤتمر. وفي الأخير تم تدشين المقر الجديد للكونفدرالية بعرفات، وتلقى الوفد الزائر شروحا عن المكاتب والمصالح التي تعمل في الكونفدرالية. دوليا دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى حل النزاع في سوريا بطرق سياسية وفق بيان جنف واحد، مؤكدا أن المنطقة تمر بتحديات عديدة منها الإرهاب. كما شدد العاهل السعودي على حرص دول التحالف العربي على تحقيق الأمن والحل السلمي في اليمن. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض اليوم. تقرير الشيخ زين لسنة. افتتح قادة مجلس التعاون الخليجي مساء اليوم قمتهم السنوية في الرياض في مرحلة تعتبر بين الأكثر دقة بالنسبة للدول المشغلة بالنزاعات في اليمن وسوريا وغيرها وانخفاض أسعار النفط. وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح القمة بقصر درعية: منطقتنا تمر بظروف وتحديات وأطماع بالغة التعقيد تستدعي من التكاتف والعمل معا للاستمرار في تحصين دولنا من الأخطار الخارجية ومد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم. ومن المتوقع أن تعلن القمة تأييدها لجهود توحيد مختلف أطياف المعارضة السورية المدعومة من معظم دول الخليج والتي بدأت اليوم في الرياض. ويسعى قادة مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الاجتماع إلى الاتفاق على رؤية مشتركة للحل في سوريا تمهيدا لمفاوضات محتملة مع نظام الرئيس بشار الأسد. كما تأتي القمة الخليجية قبل أيام مباحثات في سويسرا بين طرفي النزاع اليمني الذي خلف آلاف الضحايا خلال أشهر، حيث تنخرط دول خليجية عدة في التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين ودعما للرئيس عبد الرب المنصور. وتتزامن القمة مع انطلاق أعمال مؤتمر يجمع قرابة 100 شخصية من مختلف الأطياف السياسية والعسكرية للمعارضة السورية، وتريده المملكة لتوحيد المعارضة حول رؤية مشتركة حيال الحل السياسي قبل مفاوضات محتملة مع النظام السوري. وكانت دول كبرى من بينها الولايات المتحدة والسعودية وروسيا وإيران اتفقت في فيينا الشهر الماضي على خطوات لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص، تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوري الداخل والخارج. في العراق قتل 12 شخصا وأصيب 32 بجروح جميعهم من المدنيين العراقيين في تفجير انتحاري بحزام ناسف عند مدخل حسينية أهل البيت
في منطقة العبيدي شرقية بغداد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم وسط توقعات من المحللين بأن يكون تنظيم الدولة هو المسؤول عن هذه العملية. وغالبا ما يستهدف مسلحو هذا التنظيم المناطق المزدحمة في العاصمة بغداد بهجمات انتحارية، وكان التنظيم قد سيطر على مساحات كبيرة من المناطق شمال العاصمة وغربها العام الماضي. في الشأن السوري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الجيش الروسي عزز خلال الأيام الأربعة الماضية ضرباته الجوية على مواقع الجماعات المسلحة، حيث ألقى 2000 قنبلة على مواقع تنظيم داعش. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن جيشها دمر 70 مركز قيادة و21 قاعدة لتدريب المسلحين، إضافة إلى مصانع للذخيرة والمتفجرات ومخازن للسلاح وغيرها من المواقع الاستراتيجية. وأكد البيان أن تعزيز الضربات الجوية الروسية قد ساهم في تهيئة الظروف الملائمة للجيش السوري لهجومه على حلب وإدلب وجبال اللاذقية وبالميرا. في أفغانستان، قتل أكثر من 37 شخصا وجرح العشرات بعد اقتحام نفذته حركة طالبان على مطار قندهار في جنوب أفغانستان. وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن 9 من مقاتلي طالبان قتلوا في الهجوم وأصيب آخرون. وأشار المسؤولون إلى أن المقاتلين هاجموا محيط المجمع الضخم شديد التحصين مساء الثلاثاء، وأنهم تمركزوا في بادي الأمر في منطقة سكنية بالموقع الذي يضم مطارا أمنيا وقاعدة مشتركة للجيش الأفغاني وقوات حلف شمال الأطلسية. ويأتي اقتحام المسلحين مبنى المطار عشية زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غاني إلى باكستان للمشاركة في مؤتمر إقليمي عزز الآمال في إحياء محادثات السلام مع المسلحين. شكرا محمد طلحة. وبالرياضة ننهي هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. في جلسة علنية للجمعية الوطنية، وزير الداخلية واللامركزية يرد على سؤال شفهي حول تسيير البلديات وتعزيز الأمن. نواكشوط تحتضن إشغال المنتدى الأول للمستثمرين الأتراك في موريتانيا الذي ينظمه قطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتنسيق مع السفارة التركية بنواكشوط. وقمة خليجية في الرياض، والعاهل السعودي يدعو لحل النزاع في سوريا بالطرق السياسية، ويؤكد حرص دول التحالف العربي على تحقيق الأمن والحل السلمي في اليمن. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.